وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة. نكرر عليكم هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة.